سعد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد، باش ما تمنيتو في حياتكم يا ربي. بغيت نشارك معكم الصوف ديالنا. عندي هنايا 4 كيلو ديال الطحين مقلي، وجوج كيلو تاع الزنجلان، وجوج كيلو تاع كاوكاو. طيبنا الماء وفزقناه وقشرناه وقليناه في الزيت. عندي هنايا كيلو تاع اللوز، والربعة ديال النافع، ونص كيلو تاع زريعة الكتان، والربعة ديال حبات حلاوة، ونص كيلو تاع إلان. بعد ما طحنت مطحنا الصفوف ديالنا، عندي هنايا زريعة الكتان، هيا كيفاش جات على الطريقة، طحناها مزيان. وعندي هنايا الزنجلان مطحون مهرمش حتى هو، واللوز مهرمش كيلو، حيت فيه هاد الزلافه باش نزوق به الصوف، هكا كنضوق فيه الصوف هكا. وعندي هنايا كاوكاو حتى هو مهرمش، والزبده ذوبتها، وحبات حلاوه طحنتها وغربلتها، والنافع حتى هو نفس الشيء. وعندي هنايا إلان حتى هو مطحون ومغربل، والزيت البلديه وويلور، غنخلطهم. عندي هنايا الطحين حتى هو غربلته، وهنايا المعلقه تاع القرفه، وبكيه تاع الزعفران الشعره، وبكيه تاع حبات، عفوا هذه المسكه الحره طحناها في المهراز. الصفوف ديالنا ندير القوام، بسم الله على بركه الله. الزنجلان، اللوز، إلا حبة حلاوة والنفع، زريعة البتان، القرفة غادي نغرب لها، المسكة الحرة، والزعفران الشعر حتى هما. كلشي هاد القوام، ومن بعد غادي ندير الطحين والسكر كلاصي والزبدة والزيت، نزيد اللوز. ما خلطت القوام، دابا غنزيد الطحين باش نخلطو معاه. دابا خلطتو مع الطحين، دابا غندير الزبدة، نصفيها بسم الله. وغنزيد الزيت بسم الله. وندير هادي شويه صافي. ودابا غنخلطو حتى نخلطو، وعاد نزيد في الاخر السكر، نحيد المسوس هو الاول وندير السكر. دوق كل واحد صافي. دابا نخلطو مع السكر. اللي وجد البنات، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. بسلام عليكم، في امان الله.